سنة 1940 أمريكا كان فيها انتخابات مولعة، والأمريكان ما كانوش لا على حامي ولا على بارد، وقاعدين مستنين يعرفوا مين اللي هيكسب، روزفلت اللي كان واسخ من الفوز ولا ليندبرغ المرشح اللي نازل قدامه واللي كان ميال ناحية الألمان اللي مسحين بكل دول أوروبا أرضية الكوكب ودايب في دباديب هتلر وبيموت في شنبه. للأسف نتيجة الانتخابات بتظهر وليندبرغ بيكسب روزفلت ويمسك حكم أمريكا وبيتحالف مع الألمان ضد دول أوروبا وبيخلص على كل يهود أمريكا، ودي كانت بداية تحول أمريكا لدولة نازية. اتخضيتوا؟ لا ما تقلقوش، ده مش التاريخ اللي حصل، دي احداث روايه المؤامره ضد امريكا اللي كتبها الاديب الامريكي فيليب روث. يا نهار ابيض، وازاي يكتب حاجه كده؟ ده مش بس شوه التاريخ، ده دلق على وشه ميه نار. اكيد الناس في امريكا لما قروا الروايه صدروها وبعدين ربطوا الكاتب ده في شجره ونزلوا فيه بالكرابيك زي ما البشوات كانوا بيعملوا مع الفلاحين زمان. بس الحقيقه ان الروايه لا اتصدرت ولا الكاتب اتربط في شجره. ايه ده؟ طب ليه؟ هو الكاتب ده كان ضابط جيش ولا عنده واسطه في المجلس العسكري؟ ولا يمكن ما حصلوش حاجه لانهم هناك ولا عايزوا بالله بيعرفوا يفرقوا كويس بين الفن والتاريخ؟ تشرب شاي؟ ما تشرب شاي؟ ما تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ خلاص خلاص اللهم. كنا قاعدين لابينا ولا علينا، واعلانات وبروموهات ال 7000 مسلسل اللي هيتعرضوا في رمضان نازلين علينا زي المطر. تحس كده ان اي حد بيعدي جنب مدينه الانتاج الاعلامي ما وراهوش حاجه بيقوم داخل عامل له مسلسل ويتنه ماشي، لحد ما ظهرت اعلانات مسلسل الملك احمس والناس شافت الاعلان من هنا والدنيا اتقلبت على السوشيال ميديا، كوميكس وضحك وتريقه على اللي ظهروا في البرومو، والناس بصت لقت بطل المسلسل عمرو يوسف اللي بيقوم بدور احمس ابيضاني وعينيه ملونه وملامحه اوروبيه خالص. قال لك ايه ده؟ انتوا جايبين لنا احمس من سويسرا ولا ايه؟ وايه ده انه اللي متدرج على الموضه دي كمان؟ فرعنا ايه المودرن دول يا اخويا اللي كانوا بتقول؟ هو احمس كان بيسيب الحرب ويجي يحلق في التجمع الخامس وبعدين يرجع تاني ولا ايه؟ ولا انتوا لقيتوا برديه بتثبت ان قدماء المصريين هم اللي اخترعوا مكنه الحلاقه كهربا مسبع شفرات دي؟ مش بس كده، ظهرت كمان في الاعلان بطله المسلسل اللي المفروض قايمه بدور بنت من الهكسوس وطالعه وهي ضاربه شعرها اكسجين وعاملاه اصفر كناريا ولابسه عبايه سمراء. زي ما يكون الهكسوس دول كانوا عايشين في الانفوشي قبل ما يهجموا على مصر. ايه التهريج ده يا جدعان؟ طب لو البلاوي دي كلها ظهرت في البرومو الدقيقتين دول، امال المسلسل نفسه هنلاقي فيه ايه؟ ده كده مش بعيد يقولوا ان احمس ضرب الهكسوس بالطيران، او يجيبوه معاه موبايل وبيرن على القاده بتوعه عشان يهجموا، او يطلعوه هو بيحارب في يوم حر كده لابس تيشيرت وبنطلون جينز عشان يبقى عملي وما يجيلوش تسلخات في وسط المعركه، ويضطر يسيب الحرب ويروح يشتري كيناكومب من صيدليه امون. والتريقه والهجوم على المسلسل كانوا شغالين على ودنه، والكل قال لك ان احنا كده بنهزق الفراعنه خالص وبنقل منهم. ورغم الهجوم ده الموجة كانت لسه واطية شوية، وده اللي كان مخلي الشركة المتحدة والأستاذ تامر مرسي يبقوا منفضين للحوار في الأول وسايبين الناس يتكلموا عادي. والأستاذ تامر قالك ولا بيهمني، كده كده أنا متحكم في كل حاجة، المسلسلات اللي بتتعمل كلها بالقنوات اللي هتتعرض فيها بالإعلانات اللي بتيجي في الفواصل كلهم بتوعي وفي جيبي، ولو عاوز اشتري المشاهدين اللي بيتفرجوا كمان هعملها عادي، يعني مش هغلب، الخير كتير وفلوس المخابرات اللي انا الواجهه بتاعتها ملهاش اخر، واحنا مش دافعين حاجه من جيب ابونا، ربنا يخللنا القروض اللي بنستلفها وموارد البلد اللي بنسرقها والشعب اللي منفضين جيوبه وبنمص دمه اول باول. وفضلت اعلانات المسلسل تنزل عادي والناس تتريق وتهاجم وخلاص، بس لاجل حظ المسلسل الكحلي الموجه فجاه عليت عليه قوي، ومن كام يوم البلد كانت على ميعاد مع جرعه حضاره فرعونيه طولها 50 سنتي خدتها في العضل وخلتها تعرق وطنيه والفخر بمصر القديمه ينقط منها كده وهي ماشيه. الحقنه دي كانت احتفاليه موكب المومياوات اللي اتعمل يوم 3 ابريل اللي فات، وخرجت فيه 22 موميا ملكيه من المتحف المصري في ميدان التحرير وراحوا على متحف الحضاره في الفسطاط عشان يلاقوا الزعيم السيسي في استقبالهم، والمومياوات رقدوا في مكانهم الجديد من هنا، والحفله خلصت ولقينا الحياه بقى لونها بردي. الناس فرحت بحلاوه الحفله والتنظيم والموسيقى، بس الحمى الفرعونيه زادت قوي في الاعلام والسوشيال ميديا، والافواره سرحت في كل حته، والمصريين اتحولوا فجاه لقدماء المصريين، وكل واحد قفش انه هربان من المتحف وان اهله لقوه وهو صغير مرمي قدام معبد الكرنك، ونشيد الموتى اللي اتعزف في الحفله بقى رنه الموبايل الرسميه عند ناس كتير، وبقينا نلاقي واحد بيقول لازم الطلبه وهم رايحين المدارس يلبسوا زي فرعوني، وواحد تاني يعلي عليه ويقول هم ليه يروحوا المدارس اصلا؟ ما يروحوا المعبد وخلاص، ويا ريت الناس بعد كده بدل ما ياكلوا محشي ورق عنب ياكلوا محشي ورق بردي، والاحسن اننا نلغي كل المحاصيل خالص ونزرع في كل الاراضي زهره اللوتس.
هي صحيح ما بتتاكلش بس مش مهم، احنا لما هنبص لها هنحس بالفخر وهنشبع، مش هنحتاج ناكل اساسا. والناس سابت كل اللي في ايديها وتفرغوا عشان يشوفوا الخناقه اللي دايره من الاف السنين بين حتشبسوت وتحتمس الثالث. ووصل الموضوع ان يطلع كلام من وزاره التعليم ان رموز الكتابه الهيروغليفيه هتدرس للاطفال في المدارس من سنه رابعه ابتدائي. طب يا وزاره التعليم ما في فكره احسن من كده بكتير، وهي اننا نبدا نعلم الطلبه رموز اللغه العربيه والانجليزيه مثلا، بدل ما هم بيتخرجوا هم مش عارفين يكتبوا اساميهم كده، على الاقل اللغات دي حيه والناس كلها بتتكلم بيها في العالم عادي. انما اللغه القديمه دي هيعملوا بيها ايه اساسا وهي ماتت وشبعت موت ومفيش حد في الدنيا يعرفها ولا بيتكلمها؟ الطلبه دول بعد ما يكبروا حتى لو اشتغلوا تجار اثار برضه مش هيستخدموا اللغه دي. قال لك لا مالكوش دعوه، احنا في حاله هيجان حضاري دلوقتي ومش طايقين كلمه من حد، واللي هيقرب مننا هنحنطه، والبلد كلها هتاخد عزلها وهتروح تعيش جنب هرم خوفو، والسيسي نفسه هيبطل يلف في الشوارع الفجر بالعجله العاديه بتاعته زي ما كان بيعمل، والفتره الجايه هيلف بعجله حربيه. وكل اللي حصل ده بعد الاحتفال جه بسواد على مسلسل احمس واللي عاملينه، وخلى الهجوم عليه اضعاف ما كان قبل الموكب، وكل السوشيال ميديا والاعلام قلبوا عليه قلبه رجل واحد. حتى الدكتور زاهي حواس نفسه طلع اتكلم عن الاخطاء التاريخيه اللي طلعت في الاعلان، وقال انه يعرف احمس شخصيا ومتاكد انه ما كانش بدقن. وطبعا معروف عندنا في مصر ان الاستاذ زاهي بيعرف عن الفراعنه اكتر من اللي رمسيس الثاني نفسه يعرفه عنه. وقصاد كل ده تامر بيه مرسي قال ما بدهاش بقى، انا مش اقل منكم فرعونية يا جدعان، وخد قرار بوقف تصوير وعرض المسلسل، وشكل لجنة من المؤرخين والباحثين عشان يتفرجوا عليه ويقولوا رأيهم فيه. وبكده المسلسل خرج من العرض في رمضان وممكن يترمي كله على بعضه وما يشوفش النور ابدا، بعد ما انتاجه تكلف اكتر من 60 مليون جنيه تقريبا، ما بين تكاليف تصوير وديكور وجرافيك واجور عمال وممثلين وفنيين. بس كل ده مهمش الاستاذ تامر مرسي، ما مش فلوس ابوه يعني زي ما قلنا. ايه يعني 70 مليون؟ في داهية ال 70 مليون مش بس عشان الافوره الفرعونيه اللي دايره في البلد، انما كمان الشركه المتحده ما عندهاش استعداد تعمل مسلسل بتتكلم فيه عن جيش مصر اللي هو طول عمره بيدمر الاعداء من ايام الهكسوس، وتلاقي الناس بدل ما يعيطوا من كتر الوطنيه قاعدين يتريقوا ويعملوا كوميكس. لا طبعا احنا نضحي بالملايين دي احسن، ولا اننا نسمع تريقه عن مسلسل فيه خير اجناد الارض. بعد قرار الوقف خرج مجموعه من الفنانين عشان يدافعوا عن المسلسل وحقه في انه يتعرض وبعدها الناس تحكم عليه سواء بالسلب او بالايجاب. ومن فريق عمل المسلسل اتكلم الباحث التاريخي احمد السنوسي واللي كان بيشتغل مراجع لاحداث المسلسل ودافع عن المسلسل، وقال ان الانتقادات والهجوم اللي حصلوا دول مالهمش اصل، عشان المسلسل بيتكلم عن الفتره اللي احمس كان فيها مقاتل وبيحارب الهكسوس مش الفتره اللي كان فيها بيحكم مصر. طب ايه الفرق عامل بحث؟ قالك لا الفرق كبير، وهو مقاتل كان مشغول في الحرب والخطط وقتل الهكسوس والجري وراهم ومطاردتهم ووراه مليون حاجه، فطبيعي ما يبقاش عنده وقت يحلق دقن. انما لو المسلسل كان جاب حياته وهو ملك اكيد ما كناش هنطلعه بدقن، لان ده كان محرم وقتها. طب يا استاذ سنوسي ما هي المشكله ما كانتش في الدقن بس، لو كانت كده كانت تبقى سهله، كنا ساعتها هنتصرف ونقول اي حاجه، كنا هنقول مثلا ان احمس كان كل ما يجي يحلق يطلع اليوم ده الاثنين والحلاقين قافلين، ففضل ياجل لحد ما دقنه طولت. انما في بلاوي تانية ظهرت في الهدوم والديكورات والاساس، وحسستونا ان الفراعنه كانوا بيجيبوا العفش بتاعهم من معرض الموبيليا بتاع دمياط. وهنا سنوسي ما سكتش برضه ورد على الكلام ده وقال ان الفتره بتاعه حرب الهكسوس دي اساسا فتره غامضه وما وصلناش معلومات عنها بخصوص طريقه حياه المصريين او الهكسوس وشكل هدومهم وبيوتهم، وما نعرفش عن الوقت ده اي حاجه الا من مقبره لاثنين من جنود احمس وما كانش فيها تفاصيل برضه توضح شكل الحياه في الوقت ده كان ايه، وانه هيستنى لما يشوف اللجنه اللي تامر مرسي شكلها دي هتقول ايه وهتعتمد على اي مصادر في مراجعه المسلسل وتقريرها عنه. عموما يعني الحوار كله عك في عك زي كل حاجه بتحصل في البلد اللي الاجهزه السياديه والسلطه مسيطره عليها. شركه الانتاج اللي تابعه المخابرات وماسكه كل فتفوته في الانتاج الدرامي في بره مصر كله ومفيش ممثل بينطق ولا كاميرا بتدور الا باذنها وامرها، هي اللي قررت تنتج المسلسل وتصرف عليه ملايين، وهي فجأة اللي عرق الفراعنة نفض فيها وقررت توقفه، وهي اللي في ايديها دلوقتي تعرضه او تولع فيه بجاز ومحدش هيعرف ياخد منها حق ولا بطل، لان هي اللي في ايديها كل حاجة. بس بعيد بقى عن المسلسل نفسه وتفاصيله، فاللي حصل ده بيفتح لنا موضوع تاني اهم واكبر بكتير، عن العلاقة بين الدراما والتاريخ. ويا ترى السيناريست او المخرج او الروائي او اي مبدع يعني لو قرر انه يقدم مسلسل او فيلم او رواية بتحكي عن فترة تاريخية معينة، هل لازم يمشي على عجين التاريخ وما يلخبطوش وما يطلعش عنه لا يمين ولا شمال، ولا يبقى حر ويعمل اللي هو عاوزه حتى لو بيتعارض مع كلام المؤرخين، على اعتبار ان ده عمل فني يعني وابداعي مش كتاب تاريخ، وانه فنان وله رؤية مش مؤرخ؟ ويا ترى الرؤية دي لازم لها حدود معينة ولا المبدع يرحرح ويهبد زي ما هو عاوز؟ سنة 1963 قدم المخرج يوسف شاهين فيلم الناصر صلاح الدين من إنتاج أسيا داغر وقصة يوسف السباعي، وبعد سنين طويلة من عرض الفيلم
بنشوف الناس منقسمة حواليه، ناس عجبها الفيلم بإنتاجه الضخم وألوانه وانبسطت، وناس سرحت في فيرجينيا جميلة الجميلات وركزت معاها ونسيت الفيلم كان بيتكلم عن إيه أساساً، وناس تانية مسكت الفيلم وهتك يهجوم عليه، وسبب الهجوم ده إن الفيلم فيه كمية غلطات تاريخية تملى شوال. طب إيه هي يا جماعة الغلطات دي؟ أقول لك نقول إيه ولا إيه؟ عندك مثلاً الفيلم مطلع صلاح الدين باعتباره قائد عربي، والحقيقة إنه كان كردي، ده غير إن الفيلم مطلعه ما شاء الله بيعمل كل حاجة، بيحارب وبيعمل أبحاث في الكيمياء وآخر اليوم بيشتغل دكتور كمان وبيروح بنفسه يعالج ريتشارد وبيسقي ده ويخليه يقوم زي الحصان ويكمل حرب مع العرب عادي. طب يا ريتشارد عيب عليك، ده الراجل لسه معالجك ولا خد منك تمن الدواء ولا حتى أجرة الكشف، وطبعا الكلام ده تاريخيا مش حقيقي. غير كده الفيلم مطلع والي عكا خاين، وده برضو عكس اللي كتب التاريخ بتقوله. حتى عيسى العوام اللي كان مدوخ الصليبيين في الفيلم وكل شويه يطلع لهم من وسط البحر زي الضفدع البشري، الفيلم مطلعه مسيحي وهو في كل كتب التاريخ مسلم. ده رأي الناس اللي معترض على الفيلم. على الناحيه التانية بقى بيتقال ان كل الانتقادات دي مش في مكانها، لان الفيلم مش كتاب تاريخ ولا عمل وثائقي عشان يبقى مطلوب منه يلتزم بالمعلومات التاريخيه. الفيلم عباره عن عمل فني درامي بيعبر عن رؤيه اللي بيعملوه مش عن التاريخ، والفيلم ده كان ماشي وقتها مع رؤيه عبد الناصر عن القوميه العربيه وبيعبر عنها من خلال دراما مش توثيق. نفس الانقسام ده حصل قريب على مسلسل ممالك النار اللي انتجته الامارات وبيحكي عن الفتح العثماني لمصر. الامارات هي اللي طلعت محفظتها وصرفت على المسلسل، وهي برضو اللي متخانقه مع تركيا واردوغان وبتعاديهم، فكان طبيعي جدا ان اللي يظهر في المسلسل يبقى ضد تركيا وبيخدم الامارات بغض النظر عن التاريخ. ما هي اللي دافعه يا جدعان، فما كانش غريب اننا نشوف المسلسل مطلع سليم الاول على انه سفاح سفحة وبيشرب دم مش مي، وهوايته الاساسيه هي جمع الاعضاء البشريه، واي حاجه بتيجي في طريقه بيقتلها، بني ادم بقى، حيوان، نبات، اي حاجه، حتى لو جماد كمان، يعني لو معدي كده وشاف قدامه كرسي خشب مثلا يروح يقتله برضه. وان العثمانيين عموما كانوا كل ما يدخلوا بلد يخربوها ويخلصوا على اهلها ويسرقوا خيرها وبياخدوا الصنايعيه والفنانين اللي فيها يودوهم تركيا ويسيبوا البلد من غير ولا صنايعي. طبعا الناس اللي تعرف التاريخ لما شافت الحاجات دي دمها اتحرق وهجمت المسلسل وقالت ان كل اللي فيه ده كذب، وان المسلسل واضح انه اتعمل لغرض سياسي مش فني عشان الامارات تكايد تركيا مش اكتر. ناس تانية قالت ان حتى لو الكلام ده صحيح فعادي برضه، في النهايه ده مسلسل ودي دراما والمؤلف حر يكتب اللي هو عاوزه ويبدع ويتخيل زي ما يحب. مؤلف المسلسل بقى محمد سليمان عبد الملك بدل ما يطلع يقول اه فعلا انا مبدع وحر ومحدش له حاجه عندي ومش شرط التزم بالتاريخ، طلع قال حاجه غريبه جدا، قال لك لا بقى، هو التاريخ كان كده وانا التزمت بيه، وكنت مقعد مؤرخ فوق دماغي وانا بكتب، وكل ما كنت اكتب سطر كان يسقف لي ويقول لي انت ازاي ملتزم بالتاريخ كده يا جدع، ده انت كانك كنت عايش مع السلطان سليم في نفس الاوضه والله وبتاكل معاه من نفس الطبق. بس اللي انت كاتبه ده مش موجود في كتب التاريخ يا حاج، انت متاكد ان اللي كان بيراجع معاك ده مؤرخ ولا مبيض محاره ولا ايه؟ المؤلف في حاله ممالك النار زنق نفسه، وبدل ما يتكلم عن حريته وحقه كمبدع في انه يتخيل ويقدم رؤيته في الدراما، ركب دماغه وقفش ان هو ده التاريخ ومحدش له دعوه، حتى لو كل المؤرخين بيقولوا غير كده. انا الامارات عملت لي تاريخ على ايديها واديتهولي وقالت لي خد منه، وده كان دليل على ان جهه الانتاج اللي هي الامارات ما كانتش بتنتج عمل فني ولا حاجه لا سمح الله، هي عاوزه تقنع الناس ان هو ده التاريخ وده اللي حصل مش مجرد دراما لا مؤاخذه، وده اللي خلى المؤلف يفضل قايم نايم على صرخه واحده، هو ده التاريخ هو ده التاريخ، لانه لو قال حاجه تانية هتتعارض مع الهدف اللي المسلسل اتعمل عشانه اصلا وخلى اولاد زايد يحلوا كيسهم وينتجوه هيلبس. في اوروبا والدول المتقدمه بقى الدنيا عندهم ابسط من كده كتير، وحاطين الدراما في اوضه لوحدها ومقعدين التاريخ في اوضه لوحده، وسايبين حريه الابداع للفنانين وصناع الدراما يشطحوا فيها زي ما هم عاوزين ويجروا فيها ملط بخيالهم، على اساس ان العمل الدرامي هو حاله فنيه مش كتاب تاريخ. وغير اللي عمله الحاج فيليب في روايته المؤامره ضد امريكا اللي اتكلمنا عنها في الاول، في امثله كتير عن اعمال فنيه عالميه مش بس ما التزمتش بالتاريخ، دي ما هوبتش ناحيته اساسا وراحت اخترعت تاريخ جديد ملوش علاقه باللي حصل، بس بيخدم الرؤيه الفنيه للمؤلف وبيعبر عنها، زي مثلا روايه الرجل في القلعه العاليه اللي كتبها الروائي الامريكي المتصيط فيليب ديكس. فيليب برضو امراكن تاريخ الحرب العالميه الثانيه على جنب وقال وسعوا جدعان محدش يحوشني ومش عاوز المح مؤرخ واقف في طريقي، وكتب في روايته ان قال ايه المانيا واليابان هما اللي انتصروا في الحرب على الحلفاء، وبعد ما الحرب خلصت قام الالمان قعدوا مع اليابانيين بقى وراحوا قاسمين امريكا بالنص كانهم بيقطعوا تورته بالظبط، وكل دوله خدت حته، وطول الروايه عالم النازي بيرفرف فوق كل مبنى ولا عماره في امريكا، والامريكان بقى عاملين جماعات مقاومه سريه عشان يحاربوا الاحتلال النازي ده. لما احنا في مصر نسمع عن اللي الراجل كتبه ده هنقول ايه ده، هو كان مسطول ولا متقل في الشرب وهو بيكتب ولا واخد له نفسين ماريجوانا ولا ايه بالظبط؟ طب والنقاد الامريكان والمؤرخين والشعب الامريكي نفسه لما قرا الكلام اللي هو كاتبه ده عملوا فيه ايه؟ الامريكان عملوا مع ديكس زي ما عملوا مع روث بالظبط، وهو انهم ما عملوش حاجة، لانهم ببساطة للمرة الالف اتعاملوا مع الرواية باعتبارها عمل فني خيالي مش كتاب تاريخ، حالة
خيالية وراها رؤية للكاتب. إنما زي ما الناس قرت واستمتعت واعتبرت إن ده فن مش تاريخ، ما طلعش بقى فيليب ديكس يعند ويدلس ويقول لا معلش بقى هو ده التاريخ وألمانيا احتلت أمريكا بس أنتم مش واخدين بالكم، وهتلر بذات نفسه مأكد لي الموضوع هناك محسوم وما فيهوش رغي كتير، الفن فن والتاريخ تاريخ. أمال إيه الفرق بقى في حالة مسلسل أحمس وممالك النار مثلا؟ الفرق إن اللي بيقدم لك العمل ما بيقولكش إن ده خيال، هو متعمد وقاصد يقولك إن ده التاريخ ويأكد عليه، فهو أساساً عامل العمل عشان يضللك ويدلس عليك. في حين إن في الغرب مثلاً النوعية دي من الروايات والأعمال بتبقى متصنفة إنها خيال تاريخي مش كتب تاريخ، فيكشن. في النهاية عاوزين نقول إن إحنا مش بندافع عن مسلسل أحمس ولا فارق معانا يتعرض ولا ما يتعرضش، لأن ببساطة في دولة القمع والأوامر اللي إحنا عايشين فيها دي واللي السلطة مسيطرة فيها على الإعلام والقنوات والمسلسلات والممثلين اللي فيها كمان، مش مسموح بتقديم فن ولا تاريخ ولا اي حاجه ليها قيمه اصلا وتستاهل ان احنا نتخانق عليها. فيعني ما تكبروش الموضوع ونشوفكم على خير ان شاء الله.